أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء الكرام من خلال شاشة البسمة في عسفيا وقناة سامي في يركا جولس والمحطات الداخلية في كسرى وكفر سميع والبقيعة وبيت جن. تحية طيبة. نستضيف هذا المساء بحلقة استثنائية ضيفا لربما يصنف كمميز عن التيار الدرزي العام. لا يخفى سرا بأن فلول الأوساط الدرزية متناغم ومنخرط ومتفاعل مع المؤسسة والسلك العام في الدولة رغم اعتلاء أصوات الاحتجاج والتنديد بالإجحاف في حق الطائفة. مع هذا بقيت الأحزاب العربية عموما والنشاط القومي العربي على غير الأخذ بالحسبان كبديل عن العمل ضمن المسار العام. فيطرح السؤال خاصة في ظل السجال الواسع حيال المحطات الفاصلة التي تعيشها الدولة، هل للأحزاب العربية أن تقوم بمكان ودور ثوري على الصعيد التطبيقي لا على الصعيد النظري؟ وتحقق قفزات طال انتظارها للأوساط العربية، علما بأن العمل البرلماني الكلاسي لم يفي بهذا التطلع المنشود ويطرح السؤال درزيا. هل من الممكن أن تكون المسائل الدرزية مماثلة في الواجهة لأجندة هذه الأحزاب التي تتطلع لمجهود جبار لحل مشاكل ورواسب جلية يعاني ويشكو منها الوسط العربي ككل؟ وكيف لها أن تجمع الدروز في عمل نضالي شامل علما بأن للدروز خصوصية وحثية وحدوية وأنابيب تفاعل مع الدولة لا تتقاطع بالضرورة مع قريناتها في الوسط العربي العام؟ نستضيف اليوم هذا المساء السيد الدكتور عبد الله أبو معروف. مساء الخير، تحية طيبة إليك. مساء الخير للجميع، طبعا مساءكم مبارك، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك في تلفزيون البسمة، أنت أهلا، نورت شاشتنا شكرا جزيلا. وتفضلت علينا فهي بركي. أهلا وسهلا فيك، طبعا إحنا بنحييك وبنحيي جرأتك على الجيني لهون على تلفزيون البسمة لندخل معظم بيوت الطائف الدرزية لنتحدث عن مسيرتك السياسية، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق بداية في البرنامج والتوفيق في المسيرة السياسية، فأهلا وسهلا فيك كمان مرة. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، فرصة جدا أقدرها وأعتز بها، وأمل أن يكون كلامنا مثمر ويعطي للمشاهدين الأعزاء رسالة واضحة سياسية تعطيهم المفاهيم اللي هن يصبوا عليها أو يتمنوها أن يسمعوها. ان شاء الله احنا بنتمنى لك توفيق. شكرا. اخ دكتور عبد الله ابو معروف، ما هي السيرة الذاتية وبنقاط مركزية لضيفنا الكريم لحضرتك؟ أنا عبد الله أبو معروف من مولية قرية يركا. اعتركت العمل السياسي منذ سنة 1975. سنة 1979 خرجت للدراسة في الطب في الاتحاد السوفيتي. تخرجت سنة 87، عملت سنة هنا ورجعت لنيل الاختصاص، واختصيت في الكلى والمسالك البولية، شهادة عليا درجة ثالثة في العلوم والفلسفة، نعم. وأنهيت دراستي العالية سنة 1995. رجعت إلى البلاد، ومنذ ذلك الحين أنا أعمل طبيبا في يركا وفي خدمة الصحة الشاملة، ومعترك بالسياسي منذ ذلك الحين، وقبل ذلك الحين مستمر في عمل السياسي في خلال الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. نعم. طبعا تحية لك، أهلا وسهلا فيك دكتور. على صعيد العمل معروف انه انت دكتور ناجح، فالسؤال يعني شو اللي جابك على الأحزاب الشيوعية العربية؟ أولا على صعيد العمل من ناحية مهنية ومن ناحية عامة، طبعا أقوم في مهنتي بشكل صحيح. اشتغلت وما زلت أشتغل في مستشفى الكرمل هنا بجانب أهلنا من دالي وعسفيا، وبما أني أتعاطى السياسي منذ سنة 1975، لذلك عملي السياسي هو استمرار لكوني ذات، كوني إنسان يتفاعل مع المواطنين، يتفاعل مع المجتمع، يتفاعل مع ما هو حاصل كحياة إلى جانب مهنته الطبية. وأنا رأيت في هذه الظروف اللي هي ظروف صعبة، طبعا كانت دائما ظروف صعبة في المجتمع العربي وبشكل عام في المجتمع الإسرائيلي،
كمجتمع يهودي عربي. لذلك قررت أن أنتقل من موقعي السياسي الجماهيري بين الناس وبحكم عملي في الحزب والجبهة إلى موقع الكنيسة، إلى موقع آخر هو منبر الكنيسة. ملاحظة، نحن الجبهة الديمقراطية للسلام والسلام هذه ليست حزبا عربيا، بل هي تنظيم سياسي من قوى مختلفة، حزب يهودي عربي يضم العرب واليهود بالتساوي، وفيه أعضاء يهود كثار من ضمنهم دوف حنين، أبراهام بورغ اللي كان رئيس الكنيسة وكان رئيس الوكالة الصهيونية، وشخصيات قيادية أخرى يهودية تضم أوساط يهودية وشعبية وأدباء وكتاب كثيرين، نعمل جنبا إلى جنب كقوى يهودية عربية ديمقراطية من أجل مصالح هذه، من أجل مصالح الشعبين بشكل عام. لذلك الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية لا يعد بصف أو بخانة الأحزاب العربية، نحن حزب يهودي عربي يعمل منذ سنوات طويلة. وللمستمعين للتاريخ يجب أن يعرفوا، الحزب الشيوعي الإسرائيلي موجود كحزب شيوعي إسرائيلي منذ سنة 1948، ولكن هو موجود منذ سنة 1919 كحزب يهودي عربي يسعى ويعمل لمصلحة جميع المواطنين اليهود والعرب، وهو مستمر في ذلك منذ ذلك الحين. الحزب الشيوعي العربي أو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الإسرائيلي زيه زي الأحزاب العربية البقايا، لا تملك أي إنجازات حكومية ولا تملك أي إنجازات اللي بتقدر تقول فيها للناخبين من أجل هذا الإنجاز عليك أن تدعمنا. ومعروف بأنه العمل ضمن الائتلاف له الثقل والصدى الأكبر، يعني صعب الاحتمال الأوفى أنه ما يكونش في تحقيقات أو قفزات منشودة مثلا للمجتمع العربي ككل. الحزب الشيوعي الإسرائيلي عمل منذ سنة 48 حتى سنة 77 كحزب شيوعي يهودي عربي، له إنجازات عديدة. كان المرحوم مايل فيرنر هو سكرتير الحزب مع 4-5 أعضاء موجودين، يعمل ليلا نهارا عن طريق الكنيسة، توفيق طوبي، توفيق زياد، أميل حبيبي، مايل فيرنر، يعمل ليلا نهارا من أجل المشاكل الجماهير العربية واليهودية المسحوقة المظلومة بشكل عام. لنا إنجازات عديدة جدا، يجب علينا وطبعا على كل مواطن يستطيع أن يرجع إلى أرخيف الكنيسة، إلى قرارات الكنيسة منذ سنوات، وما هو الدور الجيد جدا الممتاز الذي ميز عمل الكتلة البرلمانية للحزب اليهودي العربي حتى الآن وحتى ذلك الحين حتى 77-78، وكانت إنجازات كثيرة. مثل إنجازات كثيرة، أولا الحزب عمل بشكل جماهيري في خط سياسي مواجه لسياسة التفرقة الموجودة رسميا منذ سنة 48 وبعدها، ضد كل الجماهير المسحوقة العربية بمختلف طوائفها، كانوا طائفة عربية درزية، كانوا الطائفة الإسلامية المسيحية وغيرها وغيرها وغيرها. الحزب الشيوعي الإسرائيلي حافظ على ليس فقط المطالبة بأن هذه الجماهير هي جزء لا يتجزأ من كمواطنين من هذه الدولة، حافظ على وجودها، حافظ على اللغة العربية، غدر يبني كوادر ثقافية شعبية مهنية. عندما كانت الجامعات مقفلة أمامنا كجماهير عربية وخصوصا في الوسط الدرزي، عندما كنا لا نستطيع أن ندخل الجامعات ليس بسبب الضغط الاقتصادي فحسب، لأنه الضغط الاقتصادي، بل بسبب سياسة التمييز التي منعت طلابنا العرب والعرب الدروز بالأساس وغيرهم من الدخول للجامعات لمهنة الطب، المحاماة، الهندسة. الحزب الشيوعي الإسرائيلي كان له الفضل وبقي أنه أرسل طلاب بمنحة خاصة إلى الدول الاشتراكية وكل الكوادر الثقافية، معظم الكوادر الثقافية، أنا أتكلم عن هذا الشيء بكل جرأة وبكل صدق، معظم الكوادر الثقافية في قرانا العربية والعربية المعروفة في قرانا العربية بشكل عام هي بعثات وهي تعلمت حساب الحزب. في يركة بالذات النهضة الثقافية العلمية المهنية، أطباء، محامين، مهندسين، فقط بدأت عن طريق الحزب الشيوعي الإسرائيلي. بعد سنة 77 تكونت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لحد اليوم مستمرة في العمل ككتلة برلمانية، وأيضا لها إنجازات عديدة جدا جدا جدا. أنا هنا سوف أطيل الحديث بالنسبة لهذا الموضوع بأنك سألت، وهو بالفعل قضية جذرية أساسية بالأمور هاي اللي دائما تسأل ماذا عملتم. خلينا نحكي عن إنجازات برلمانية. واضح، أنا أتكلم عن إنجازات برلمانية.
أولا بشكل بسيط جدا، سنة 93-94 كانت الكتلة البرلمانية المكونة من 4 أعضاء 5 أعضاء في زمن حكومة المرحوم إسحاق رابين رئيس الحكومة آنذاك، كتلة مانعة، ما يسمى جسم يؤيد حكومة رابين من الخارج بسبب مواقف رابين التي اتجهت نحو المستوى تقريبا، نحو السلام ونحو تحول سياسة عام في التوجه تجاه الجمعية العربية. لذلك كان في ميزانيات. شو يعني من الخارج؟ نحن كتلة ليس في داخل الحكومة، لكن ندعم حكومة رابين، 61 عضو بدأ ككثرية للبرلمان الكنيسي، كان عنده فقط 57-58 عضو. نحن كتلة دعمناه أن يأخذ الأكثرية ويكون حكومة، يشكل حكومة، لكن نحن لا ندخل الحكومة كوزراء، بل ندعم سياسته الصحيحة، ندعم توجهه الصحيح في سياسته تجاه السلام متكان اتفاقيات أوسلو، وتجاه إعطاء الميزانيات ولو بشكل صحيح للجمعية العربية بشكل عام وللقرى الدرزية كمان أيضا المعروفية، توجه صحيح، خطوات صحيحة تغيير في الناشئ السياسي القائم. لذلك أيدنا رابين، وهذا هو إنجاز نتكلم عنه ليس فقط للافتخار بل إنجاز، هذا عملنا السياسي، نحن البرلمان نستغله للإنجازات، وهذه كانت إنجازات أعضائنا اللي بيشتغلوا في البرلمان، قوانين عديدة جدا، قوانين اجتماعية مدنية تخص جميع المواطنين. احنا كحزب يهودي عربي نعمل على سن قوانين ليس فقط لطوائف او لفئة معينة من المجتمع، بل نعمل على تشريع قوانين تخص جميع المواطنين. عضوة الكنيسة السابقة تامار جوجانسكي كانت تشرع قوانين عديدة جدا جدا، منها قانون التعليم حتى الإلزامي حتى سن 4 سنوات 5 سنوات، إلزامي حساب الدولة مش حساب المواطنين، قوانين عديدة جدا جدا ليس على سبيل العد أو الحصر، على سبيل المثال رودوف حنين شرع قوانين عديدة جدا، قانون عطلة المرأة التي تولد من 9 أسابيع إلى 12 أسبوع، قانون تأمين وطني، قانون الحد الأدنى من الأجور، قانون 30 شيكل على السيعة، ممنوع أقل من 30 شيكل على السيعة لأجرة العامل، هذا قانون شرعناه، قوانين أخرى بيئية، قانون حماية المواطن، قانون حماية البيئة، قانون من يخالف القانون تلوث البيئة يجب أن يدفع، قانون الغاز، أنا كمواطن يحق لي من الثروات الموجودة في الدولة في الأرض، كمواطن يحق لي أن أتمتع بهذه الثروات. لذلك هذه قوانين كلها قوانين مدنية اجتماعية إنسانية نحن نعمل على تشريعها وشرعناها. دوف حنين كعضو برلمان وغيره 3 سنين ينال جائزة العمل البرلماني، فارس العمل البرلماني. الرفيق محمد بركي في عمله في الكنيسة كمان فضى في القوانين الاجتماعية، على سبيل المثال قانون ضريبة الأملاك اللي كان عبارة عن عبء قوي جدا، عبء كبير جدا على المواطنين بشكل عام، يدفع ضريبة أملاك على أرضهم، كان في مواطنين يضطروا يبيعوا أرضهم أمن ضريبة الأملاك عالية، إحنا ألغينا عن ضريبة الأملاك، وغير على ذلك أمثال عديدة. قانون أطباء اللي بيخرجوا بتعلموا برا بيرجعوا يعملوا امتحان في إسرائيل مثلا، كان في امتحان صعب جدا وغير موازي للمستوى العلمي للطلاب. الرفيق عفو إغباري عمل قانون أنه الامتحان يكون متساوي لجميع الطلاب، وهذا كمان قضية مهمة جدا. نحن نعمل قوانين على خدمة المواطن وعلى ليس فقط على تحسين جميع الظروف الاجتماعية والمدنية للمواطن بشكل عام. نعم، احنا اليوم أخ عبد الله بنحكي عن قائمة مشتركة. القائمة المشتركة ولدت بفعل الحاجة السياسية، ولكننا لا نرى جدول أعمال أو أهداف مبلورة متفق عليها. فالقائمة العربية المشتركة ما هي إلا تجمع انتخابي بسبب رفع نسبة الحسم؟ أولا هذه القائمة العربية اليهودية المشتركة، القائمة العربية مع القوى اليهودية الديمقراطية التي تريد أن تعمل على إحقاق المساواة التامة لكل الجماهير العربية المظلومة، بما ذلك الجماهير العربية الدرزية، وكذلك المواطنين اليهود كمان المظلومين. قضية الإسكان، قضية الصحة الحرقة، الآن ترى في الإعلام كم هي جهاز الطب في إسرائيل في الحضيض، وحتى يتكلمون عن انهيار جهاز الطب، هذه القائمة تعمل على ذلك، نحن عملنا على ذلك بصفتنا في الجبهة. القائمة هذه ليس قائمة لائتلافات معينة من أجل نسبة الحسم فقط، صحيح أنه رفع نسبة الحسم هي كان أحد العوامل التي أدت العامل المركزي أحد العوامل
ممكن تكون عامل مركزي، أما هي أحد العوامل. لكن نحن نعيش في ظروف جدا صعبة سياسيا، في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، في ظل تشريع قانون ما يسمى يهودية الدولة، يتنكرون لنا كمواطنين بشكل قانوني مع رغم كل السياسة التفرقة وسياسة التمييز تجاهنا. أرادوا أن يشرعوا قانون يتنكر بشكل صحيح وصريح لوجودنا. هذا كمان كان أحد الأسباب. الأزمة السياسية اللي دخلت فيها حكومة نتنياهو، عدم استمرار العملية السلمية التي تؤثر شئنا أم أبينا، العملية السلمية والسلام في الشرق الأوسط يؤثر علي وعليك وعلى كل مواطن بشكل مباشر. هذه كمان كانت أحد الأسباب. لذلك نشأت القائمة المشتركة لهذه الأسباب كلها مختلفة. هي عبارة عن ائتلاف بين أحزاب، بين قوى سياسية مختلفة. ولكن أنا مش بحب أصلحك مشان للأخوة المشاهدين، مع كل احترام، يوجد لنا برنامج متكامل وكامل لعمل الانتخابي. نعم. هذا هو برنامجنا، القائمة المشتركة. هنا في هذا البرنامج أمل أن يراه كل ناخب، لأنه نحن لا نريد أن ننتخب الناخب حتى القائمة المشتركة دون أن يعرف ما هو برنامجنا. نحن سنعمل على تحقيق برنامجنا أكبر ما يمكن من تحقيق هذا البرنامج. هذا البرنامج متواصل ومتكامل في جميع النقاط التي تخص المواطنين داخليا في بشكل عام، المدنية والحياتية والمعيشية، وطبعا نتطرق لقضية السلام. نعم. على سبيل المثال البرنامج متكامل فيه بنود عديدة جدا جدا جدا. أولا من أجل السلام العادل، كل إنسان يريد السلام، لا نريد الحروب طبعا، هذا إشي قضية واضحة. المساواة لجميع المواطنين، ونحن نطرح من قبل 5 سنوات طرحنا قانون المساواة، محمد بركي يطرح قانون المساواة لجميع المواطنين، قانون أن يشرع دستوريا أن تكون الدولة تنظر إلى مواطنيها بشكل مساواة، قانون طرحناه على الكنيسة من قبل فترة وهو في طريقه إلى ممكن إلى التحقيق. قانون صعب، وطبعا الدولة مش بهسولي، الحكومة المؤسسة مش بهسولي تعطي المساواة، لكن هذا القانون مطروح. قانون ضد العنصرية وضد خطر الفاشية من أجل الديمقراطية. مين بيحبش الديمقراطية؟ من أجل الديمقراطية، من أجل المساواة، هذا برنامجنا. من أجل العدالة الاجتماعية والبيئة وحقوق العاملين، معلش مندور على ظروف تحسين، مش بس تحسين بل الأفضل للناس. من أجل حقوق المرأة، المرأة تكون متساوية في جميع المجالات الحياتية والاجتماعية كالرجل، المرأة تأخذ دورها الذي هي في مكان جيد كالرجل وأكثر، مساواة المرأة في جميع المجالات. نعم. من أجل تطوير الثقافة واللغة، واللغة العربية. نعم. هذا البرنامج. وأيضا حتى تطرقنا إلى السلاح النووي، نريد شرقا أوسطا خالي من السلاح النووي أبدا أبدا أبدا، بدون سلاح. نحن مع الإنسانية، مع السلام، ضد الحروب. هذا البرنامج برنامج متكامل. وطبعا البنود الأخرى، قضايا الجماهير العربية، قضايا المواطنة، قضايا كل الناس اللي موجودة، احنا نطرحها برنامج متكامل متواصل. سنعمل قدر الإمكان بجهد جهيد على تحقيق وإحقاق هذه البرنامج وهذه الأمور لكل مواطنين. نعم. طبعا إذا بدنا نحكي عن مساواة للمواطنين، بدنا نحكي عن مساواة في حق الدولة من المواطنين، يعني بدنا نحكي عن الخدمة العسكرية، رح نوصلها بعدين. ولكن لما بنحكي عن قائمة مشتركة بده يكون في تغييرات لكل حزب معين، او مثلا الجبهة لازم يكون لابد من تغييرات حصلت على ارض الواقع من جميع الاحزاب اللي انضمت في القائمة المشتركة. شو هي هاي التغييرات؟ اولا كل هذه الاحزاب اتفقت على امور عامة مشتركة، دشرت الامور المختلفة عليها على جانب. الان ليس وقت للخلافات الايديولوجية التي نختلف عليها. نعم. نحن اتفقنا على المشترك. المشترك هو إحقاق المساواة، إحقاق السلام، ووقف سياسة التمييز العامة الموجودة. هذه الأمور على اختلافات منطلقاتنا السياسية والفكرية متفقين عليها. نعم. الأمور اللي احنا مختلفين عليها سوف لا تطرح ولا ستكون عملا مشتركا عن طريق المنبر الكنيسي. القائمة المشتركة سوف تعمل على المشترك. نعم. في القائمة المشتركة. نعم. هل هناك اتفاق مبدئي على دخول حكومة من خلال ائتلاف؟ أولا قضية ونقطة دخول حكومة هي دائما هذا السؤال يطرح بشكل متواصل. اسمح لي لحظة، راح نواصل معنا اتصال الأخت مرسال ملاك. مساء الخير. هلا مساء النور. تفضلي. أنا
بحب اقول بس كلمتي للدكتور عبد الله ابو معروف، انه كل الاحترام له، وانا واحده من المواطنين بدعم صوتي انه يكون معاه، وإلي الشرف كثير انه هو يكون في هذا الاشي اللي هو فيه وفي هذا المنصب. وبمت انه هو كثير من ادم منيح متواضع وفهمان، يعني بحق له كل اشي انه يكون هو الاول في كل اشي بيعمله. وانه الصراحة يعني كثير بني ادم فش منه، وبتمنى ان الكل عن جد يصوت لهذا البني ادم عقد ما هو منيح ومتواضع وفهمان. يعني هو ولا بلش حدا ولا ببيع حدا ولا اشي، من ادب بمعنى الكلمه. وبالتوفيق اخ عبد الله، وان شاء الله بس كل شيء بدك اياه اطلقي، وبتمنى النجاح لك دائما دائما. شكرا جزيلا، شكرا لك انك سمعتني، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا، كلك لطف. شكرا جزيلا على الكلمات اللي هي بالفعل تشجع، وبالفعل تعطيني اكثر معنوي انه بالفعل احنا نستمر ونبدا في رساله سياسيه اكثر وضوح، وتعطي مفهوم آخر ونوع آخر للتغيير الموجود القائم. وأمل، وليس فقط أمل بل أعد أني سأعمل على كل جهدي على تحقيق هذه الرسالة. شكرا كثير لك. نعم، شكرا للأخت مرسال على اتصالك وعلى الإطراء، فتحية طيبة لك، ألف شكر. أخ عبد الله أبو معروف، نرجع لسؤالنا. أيام. هل هناك اتفاق مبدئي في دخول حكومة من خلال الائتلاف؟ اتفاق مبدئي لا يوجد، لكن نحن نتعامل مع الأمور السياسية حسب الديناميكية التي ستحصل بعد الانتخابات. نعم. لذلك أرى أنه طرح الموضوع الآن هو سابق لأوانه. تنوصل زي ما قالوا بنشمر. نحن نتعامل مع منبر الكنيسة، هدفنا هذه وسيلة لخدمة الجماهير بشكل عام. نعم. نرى أن نكون ندعم من الخارج، ندعم من الخارج. العمل في الكنيسة والبرلمان ليس فقط أن تكون عضوا في الحكومة، توجد لجان كنيسة اللي هي تعمل لها دور أساسي في تحقيق السياسة وتحقيق مجمل ما نريد أن نعمله تجاه الجماهير. نعم. ليس فقط عن طريق وزير، في وزراء صار لهم فترات طويلة لم يقدموا أبدا بالمرة أي شيء للمواطنين، لكن عملنا الدؤوب والمهني، أنا أؤكد المهني في الكنيسة عن طريق لجان ممكن أن يعطي ثماره بشكل ناجح. نعم. تراجع في التربية والتعليم. صحيح. قلة منشآت اقتصادية، قلة مناطق صناعية، العديد من غيرها من المعضلات في حق المجتمع العربي بشكل عام وبحق المجتمع الدرزي بشكل خاص. أين يقف أعضاء القائمة العربية المشتركة بهذا الشأن؟ اولا واضح انه قضيه كل اللي حكيت عليه، عدم اماكن عمل، مصانع، التربيه، طبعا ان شئنا ام ابينا هو نتيجه للنهج القائم السياسي تجاه الجماهير العربيه، ان كنا في عسفها ولا في الداله ولا في يركا ولا في تمره ولا في اكسال، نهج موجود، نهج تمييزي موجود، هذه حقيقه لا يمكن ان نتجاهلها ولا تخفي على احد، حتى لو حاولنا اخفائها هذه حقيقه موجوده. المواطن في يركا، رئيس المجلس اسمح لي أقطعك، رئيس المجلس في دالة الكرمل أعلن عبر وسائل الإعلام بأن الوزير أوري أرييل أملى معظم طلبات مجلس دالة الكرمل، وبأنه بتواصل مع نفتالي بنت كوزير اقتصاد وصلوا لاتفاقات جوهرية بحق دالة الكرمل، ناهيك عن الخطة الخمسية اللي قام بها أري درعي في التسعينات، والخطة الخماسية الأخيرة 2.4 مليون للحكومة الأخيرة. بينما يعني احنا عم نحكي عن حكومات اليمين وعم نحكي عن انه الاجحاف في حق المجتمع الدرزي، طب هون احنا بنشوف من خلال الاعلان تبع رئيس مجلس دالة الكرمل السيد رفيق حلبي فانه حكومات اليمين يعني عم تعطي دروز اكثر ما عم بقدمه اليسار. الشق الاول من السؤال طبعا توجهه للاخ الذي اعزه واقدره. نعم. ليس فقط بشكل شخصي بل بشكل عام، من أيامات ما كنت أسمعه في التلفزيون كإنسان مهني صاحب ضمير حي معطاء متواضع مخلص. هذا ما يخص مجلس الدالة، تسأل مجلس الدالة، أنا لا أعطيك الجواب مش عندي العنوان، مش أنا العنوان. لا، ما هو هاي حقيقة يعني مش العنوان، حتى ولو العنوان مش أنا العنوان مناقشاتك أو نقاشك أو أجوبتك مع رئيس مجلس الدالة الذي أعزه وأقدره، هذا قضية لا ليس في نطاقي وصلاحيتي.
قضايا الوعود وقضايا خطط وقضايا ممكن شبعنا منها. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نحن عدة مرات نسمع وعود، خطة خماسية، خطة سداسية، خطة غير خماسية. أنا أتعامل مع المجالس وأنا في ذلك عندي تجربة مريرة لهذه الأمور، لذلك هذه الأمور كلها أنا أعتبرها ضحك على الطحون لما إحنا مش شايفين الإشي بشكل فعلي موجود بالأيدي. أنا لا أعتبر هذه الوعود وعود صادقة، بل وعود أخلف من عرقوب. خلينا نستقبل هي فقط اتصال عود. خلينا نستقبل اتصال ونعود للموضوع. مساء الخير، مين معنا؟ معك الأخت ألو. تفضلي، أهلا وسهلا. سامعين. معك الأخت وفيقة منصور. أنا بحب أقول لك أنه أنا مع الدكتور أبو معروف، لأني بنساش وقفة حزبه مع مشايخنا في قضية أراضي المنصورة، وبنساش الاعتداء تبع الحزب اليساري وأعضاء الكنيست مثل الليكود وليبرمان وغيرهم. إذا إحنا لازم ندعم هذا الأستاذ عبد الله أبو معروف، لأنه إحنا حاسين أنه هو الوحيد حزبه اللي بده يكون مع مشايخنا ومع دروس جماعتنا. شكرا. شكرا لك على مداخلتك، أهلا وسهلا فيك في تلفزيون البسمة وبرنامج الحكي بيناتنا. شكرا، مشكورة كثير على المداخلة. ملاحظة، أنا عندما وقفت معكم وما زلت وكنت مع في الدفاع عن الأراضي المنصورة وجميع الأراضي الأخرى، لم أنوي أن أترشح للكنيسة. أنا أعمل عمل السياسي بغض النظر عن تطلعاتي إلى الأمام، وأنا مستمر في ذلك الحين في ذلك في هذا التوجه. نعم. أنا أقول مرة أخرى شكرا كثير كثير كثير، وإحنا عملنا السياسي ليس فقط عن طريق البرلمان، مشكورين. نعم. كثير. نعم أخ عبد الله، كنا قد سألناك عن إذا كان في اتفاق مبدئي لدخول ائتلاف. أي نعم. وأنت من خلال جوابك وصلتنا لأنه نسألك سؤال آخر، اللي هو إنه هناك من يرى في إنه حكومات اليمين عموما أعطت أبناء الطائفة الدرزية، وهذه حقيقة على أرض الواقع، أكثر من حكومات اليسار. يعني معروف للكل أنه الخطة الخمسينية اللي كانت في التسعينات على زمن أري درعي من شاس، هاي كانت، هاي مش وعود، هاي كانت حقيقة. 2.4 مليار هاي قرار صادر لازم يتنفذ. يعني عم نشوف اليوم ومن خلال الإعلان اللي قام فيه السيد رفيق حلبي رئيس مجلس دارية الكرمل، هاي كمان حقيقة في البنايات تبع المتناس، في انه هو اخذ متطلباته من حزب اللي هو يميني متطرف. حتى اولا، حتى لو الاخ رفيق حلبي ابو يوسف اخذ، نفرض مرة اخرى اقول انا لست انا العنوان، هذا شيء نزير جدا وقليل جدا ما نستحقه. تفضل اطلع على كل قرانا المعروفية، في يركة، في جولس، في الدالية، في عسفيا، في حرفيش، وأوران العربية، في إكسال، في طمرة، في سخنين. نعم. في عارة وعرعرة، ترى الفوارق بين مدن أو تجمعات يهودية أخرى. ما يوجد في يركة لا يوجد في معلود أو كفر فريدم أو بالعكس، ما يوجد في شلومة لا يوجد في حرفيش. التمييز واضح للعيان، وميزانيات التطوير والميزانيات العادية والميزانيات الجارية تختلف نهائيا عن الميزانيات في القرى العربية بشكل عام عن القرى اليهودية. هذه حقائق واضحة. حتى لو كان الكلام فليكن، أعطى ما أعطى لدارة الكرمل، هذا واجب أن يعطى، واجب على الحكومة وعلى وزير الداخلية أو وزير الشؤون أو وزير الإمارة أن يعطي. هذا ليس منا، بل يجب عليه أن يعطي، ويجب عليه أن يعطي كثير. بالنسبة للخطط مرة أخرى أقول، الخطط فقط خطط. أنا أذكر خطط من 1988 و87 على زمان حتى حكومة المرحوم بيجن، أذكر خطط. نعم. كل هذه الخطط لم تنفذ، وأقول لك مرة أخرى كانت هذه الخطط خطط أخلف من عرقوب. أنا مش صدفة ذكرت التعامل اللي كان على زمان حكومة رابن، المرحوم رابن، وقتها أيضا بالفعل أعطوا ميزانيات، لازم الحق يقال، وقت حكومة رابن نتيجة للتفاهم اللي كان والجسم المالي، ان احنا ككتله عملنا انجازات. حكومه رابن اعطت ميزانيات في هذيك الفتره 93 94 95 للقرى. صحيح. يعني انت بتشوف انه في هاي الفتره راح تكونوا كتله اللي تشكل مانع او تقدر تحصل انجازات زي ما كان في السابق؟ لا شك، اذا كتله من 4 أعضاء او 5 أعضاء حصلت، كم بالحري كتله من 15 سوف تحصل كثير، ولها وزنها النوعي والكمي على مجرى السياسات
الجارية حتى الآن. إحنا بنذكر في الفترة الانتخابية الماضية إنه كان في 6 أو 7 أعضاء كنيسة دروز. 6 وما حصلوش شيء. اولا هذه الاسئله للاعضاء الدروز اللي كان اولا لا نقول 6 لا انت عم بتقول انه لو انه كنا يعني هسه بس نكون 15 رح يكون احسن. في الفتره الماضيه كان في عضو كنيسة 1 لذلك وكان في خطه خماسيه ب 2.4 مليار وهسه انت عم تحكي على انه بده يكونوا 15 اعضاء عرب. اولا كان 6 اعضاء كنيسة، واحد منهم الاخ سعيد نفاء ابو علاء لا ينتمي الى التجمع اللي كانوا هن يمثلونه، عمل ما استطاعتي كعضو كنيسة عند التجمع الديمقراطي كل ما استطاعتي للحفاظ للدفاع على مصالح جماهيرنا على ناضل وعمل ضد السياسة الموجودة سياسة التمييز. لكن باقي أعضاء الكنيسة اللي كانوا يمثلون ممثلين من أحزاب صهيونية أنت توجه السؤال لهم. نحن سياستنا مغايرة جدا جدا لكل السياسة الموجودة. هؤلاء مثلوا سياسة أحزاب صهيونية، نحن لا نتعامل مع هذا الشيء. وأي سؤال هو تسأله عنوانك هم ليس أنا. أنا قلت نحن عندنا برنامج موجود وواضح في كل البنود التي سوف نتعامل معها، وهذا البرنامج لم يطرحه أي حزب آخر صهيوني. لذلك سؤال 5 أعضاء كانوا، سؤالك يجب أن توجهه للأعضاء لماذا لم يعملوا وليس أنا. نعم أخ عبد الله أبو معروف، ما زال لدينا العديد من النقاط اللي نتحدث عنها بعد. حاضر. اللقاء معك شيق ومثير للاهتمام، فأرجو من جميع المشاهدين متابعتنا بعد الفاصل الذي سنقوم به الآن. كونوا معنا بعد قليل. شكرا. تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى عبر تلفزيون البسمة في عسفيا، محطة سامي يركا جوليس، والمحطات الداخلية كسرى سميع لبقيعة وبيت جن. تحية طيبة لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا مع الأخ عبد الله أبو معروف. تحية طيبة لك. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضلي، مين معنا؟ معنا كليلة كيوف من قرية عسفيا. أهلين. احنا لسه قاعدين عم نحضر الدكتور عبد الله بن معروف على التلفزيون، بس حي ومباشر. بس بدي اقول لك انه احنا يعني دعمنا قبل كثير احزاب وقوائم ولا واحد جاب نتيجه، واحنا حاسين كلنا انه هاي السنه يعني ان شاء الله بيكون الاشي منيح. والدكتور عبد الله يعني احنا واثقين فيه واحنا متاكدين انه بده يغير لنا وبالنجاح ان شاء الله. شكرا. شكرا. باي. شكرا لك. طبعا اولا شكرا للمستمعة الكريمة، ولابد ملاحظة بسيطة. ما سكرتش التلفون. معنا يمكن اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخير. الو، معناش اتصال اخر، هذا الظاهر الاتصال الثاني. تعقيبا على كلام الاخت او السيدة التي تكلمت الان،
هي بتقول احنا جربنا احزاب اخرى وبالفعل ما لم يعطوا اي نتيجه. نعم. في مثل عربي بيقول تعرف بتعرفوا هالانسان المعين؟ قال له بعرفه. اي نعم. قال له مجربه؟ قال له لا. قال له لا كان ولا فيك ولا في معرفتك. نعم. طبعا جربته احزاب كثيره وجربته ناس كثير واتضح انه بالفعل لم يفوا باي شيء. لذلك انا اتوجه بشكل هالمره مش فقط جربونا، وانا بتاكد اذا بتجربونا لا تندموا على هذه التجربه، وسنكون أوفياء جدا لتوصيل رسالتكم، والأمانة نصلها بصدق وبإخلاص على منبر الكنيسة. خلينا نتطرق مرة ثانية لموضوع تردي الأوضاع في الوسط العربي بشكل عام، وخلينا نعطي لمحة للوسط الدرزي بشكل خاص. أولا تردي الأوضاع المقصود طبعا الأوضاع كل الأوضاع من التربية والتعليم من الأشياء اللي حكينا عنها كلياتها على جميع الأصعدة. احنا بنشوف انه وضع الطائفة الدرزية بشكل خاص متدني جدا، وضع الطائفة المجتمع العربي او الطوائف الاخرى ككل مش احسن. واضح. اولا انه في اشياء اثنين او عدة مركبات وعدة امور نصفها او يجب ان نتحدث عليها لوصف الحالة الموجودة بالعام بشكل عام في المجتمع العربي. نعم. وبشكل خاص في المجتمع العربي المعروف في القرى العربية الدرزية. واضح هذا إذا نطرق له في بشكل سريع يحتاج إلى ساعات وإلى أيام وإلى تداول متواصل ومستمر حتى نكفي أو نعطي هذا الموضوع حقه أو استحقاقه من وصف الحالة أو لماذا نحن ما عليه اليوم. أولا بشكل عام نحن كمواطنين موجودين في هذه الدولة مواطنين، مع الأسف نحن مواطنين غير كاملين الحقوق باختلاف انتماءاتنا الطائفية والمذهبية. نحن كعرب غير متكاملين الحقوق وغير متساويين في الحقوق نتيجة للنهج السياسي الموجود عشرات السنين منذ قيام الدولة. هذه حقيقة لا غبار عليها. في حقيقة أخرى بتقول أن نحن كمان مش متساوي الواجبات قسم منا، بس هذا نصله بعدين. أوكي فليكن. هذه حقيقة لا غبار عليها أنه سياسات موجودة، سياسات تمييزية موجودة، كل هذه العقود. نعم. والإشي الآخر واضح أنه المجتمع العربي وذا المجتمع العربي عنده عاداته، عنده تقاليده، عنده خصوصياته اللي ممكن القضية الثقافية التوجهية الفكرية لم يعر اهتمامها بشكل أكثر وبشكل متواصل، ومقابلها توجد ثقافة التسويق، ثقافة السوق، ثقافة غير موجهة، ثقافة سطحية، ثقافة التهميش. ولذلك هذه العوامل كلها مع بعضها تؤدي أن المجتمعات أو المجتمعنا وصل لدرجات لهذه الدرجة موجود فيها. بالإشي الخصوصي عند الطائفة العربية المعروفة بالأخص اللي هي الوضع أكثر سوءا من باقي الطوائف في مجتمعنا العربي المتكامل. ليش؟ لأنه خصص للطائفة العربية المعروفية نهج خاص ومميز لعزلها نهائيا بسياسة فرق تسد المبرمجة التضليلية المنهجية تجاه أبناء الطائفة، وبالأمور الثقافية والمناهج التدريس وبالمحاضرات غدروا بشكل أو بآخر يسلخوا الطائفة العربية المعروفية التي هي جزء لا يتجزأ من النسيج العربي الموجود عن باقي شعبنا بشكل تضليلي بشكل غير صحيح، ومن سنة 48-58 بغسل دماغ تمويه، ومع الأسف بشكل أو بآخر هذه السياسة التمييزية العنصرية فرق تسد نجحت، ونحن بحاجة إلى إعادة الإشي لوراء، وضع الأمور في نصابها الصحيح، بحاجة إلى رجوع إلى حضارتنا الصحيحة العربية، بحاجة إلى ثقافة أو تثقيف جديد اللي هو لوعي جديد، إرسال وإرساخ توجه جديد سياسي وفكري وتربوي وثقافي داخل أطفالنا، فتياتنا، شبابنا، لنكون ما يجب أن نكون ولا نبقى بشكل طفرة موجودة بهذا البحر الهائج في الوضع الموجود. لذلك يجب علينا أن نعير قضية الثقافة، قضية التربية، قضية الفكرية، قضية السياسية عند أبناء طائفتنا. يجب أن نعير هذا الاهتمام بالدرجة الأولى لنكون ما يجب أن نكون.
في لي تعقيب على هذا الموضوع، راح أعقبه وأسألك سؤال آخر في هذا السياق بعد اتصال راح ناخذه من الأخ محمد كعبية من عسفيا. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل أخ محمد. مرحبا، بحكي معكم محمد كعبية من أسفيا. أهلا وسهلا. مساء الخير. أنا بحب أدعم القائمة المشتركة بكل مرشحين إن شاء الله، لأن مو مظلم كل العرب بكل طوائفهم، كل الطوائف، الدروز، الإسلام، المسيحي، مش أي زي قائمة صهيونية إحنا عم نشوفها اليوم وعم بحكوا عن العرب إن نسوق بيت ولا إشي ثاني. شكرا. يعني إن شاء الله إحنا بننجح بالقائمة المشتركة، إن شاء الله كل يأيدها، إن شاء الله بكون يد واحد إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. لا شك إنه الدعم الكبير الذي سيكون للقائمة المشتركة هو يعطيها الإمكانية أن تعمل بشكل أكثر ناجح في البرلمان. نحن همومنا يا أخ واحدة، مشاكلنا واحدة في جميع اختلافاتنا الطائفية. نحن ننتمي إلى تجمع، إلى شعب واحد، ولذلك همومنا واحدة، ويجب أن نكون عملنا متواصل ومتشابك مع بعضنا. وشكرا كثير. طبعا نشكر الأخ محمد على اتصاله، وتحية طيبة له ولجميع أبناء الطائفة الإسلامية في عسفيا، خصيصا مشاهدي تلفزيون البسمة. ألف تحية طيبة لكم عبر هذا البرنامج. أخ عبد الله، تكلمت عن سياسة فرق تسد، وتكلمت عن أنه استطاعوا سلخ الطائفة الدرزية من المجتمع العربي ككل. سؤالي إليك أو تعقيبي على شو أنت عم بتقول، يعني أنا مش محضره هذا السؤال وما كنتش ناوي أسألك إياه، ولكن معروف للجميع أنه في سلك الأمن الدروز هم جنود مسرحين أو يقومون بالواجب الأمني مفروض. طبعا في عسفيا مثلا في نسيج اجتماعي مختلط، عايشين بمحبة ووئام أبناء الطائفة الدرزية وأبناء الطائفة المسيحية وأبناء الطائفة الإسلامية. لا شك. اللي إحنا منشوف كمان مسيحيين جنود، ومنشوف كمان مسلمين جنود على أشكالهم بدو ومسلمين، منشوفهم جنود في إسرائيل. ولكن وسؤالي إليك هو إنه على الدروز في صبغة عند المجتمع العربي بإنهن خون، فكيف نحن كدروز مفروض فينا ندعم قائمة عربية مشتركة اللي بتأمن إنه إحنا خوا؟ أولاً لا توجد صبغة. نبدأ الأجواب من النهاية. لا توجد صبغة بأن أبناء الطائفة العربية المعروفية هم كيوصفون بالخوان. لا توجد صبغة عن الشكل. توجد أصوات تتعالى هنا وهناك، هذا ليس ما يميز الشارع العربي. أنا أدخل جميع الشارع العربي، أنا أتعامل مع الأمور السياسية، قلت لك منذ سنة 1975 وبشكل متواصل منذ سنة 1995. أنا لم أرى ولم أشعر هذا التعامل. هناك أصوات، كما توجد أصوات شاذة هنا وهناك، توجد أصوات شاذة هنا وهناك، لكن أبناء الطائفة العربية المعروفية لهم دورهم النضالي لاسم كبير جدا. أنت قلت أنه غدروا ينسلخوا الطائفة نتيجة السادسة فرق تسود، لكن يوجد في الطائفة المعروفية العربية هي دائما تناضل جنبا إلى جنب مع باقي أبناء شعبها. أنا على سبيل المثال كثار 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 كثار، مش فقط مئات بل كثار من أبناء الطائفة في نظرهم السياسي في الجبهة، في الحزب، في حركات ديمقراطية أخرى تطالب بالمساواة، كانوا في التجمع، كانوا في حركات يسارية أخرى، يقومون بواجبهم النضالي الوطني تجاه الجماهير العربية بشكل عام. رفيق محمد نفاء، سكرتير الحزب لفترات طويلة. اسمح لي نعم. بسألك عنه هذا السؤال لسه، ولكن إحنا أنت عم بتقول أصوات بتقول، شو مع صوت حنين زعبي اللي بتقول عن ضابط درزي خائن؟ حنين زعبي لما تتكلم عن ضابط درزي خائن، هذا يجب أن توجه السؤال إليها. لهذا ضابط درزي هو أنت معها في نفس القائمة. ضابط درزي هو يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الدرزي. لا، ضابط درزي هو يمثل الجيش، يمثل الاحتلال، يمثل المؤسسة الحاكمة. هو يمثل ما يمثله، يمثل من أخذه للتجنيد. نعم. يمثل من أخذه للتجنيد. نحن هو عليه قانون إجباري، قانون إجباري. ليش حنين زعبي ما تتفهمش إنه هذا القانون إجباري ومفروض على قائد ضابط الدرزي إنه يكون قسم من هذا الجيش، وإذا لا بتعرف أنت شو بصير والمجاهدين بيعرفوا شو بصير. فليش هي بتقول عشان إنه درزي هو خائن؟
هي لا، انا على ثقه انها لا، انا لا لا تتكلم بمقياس او بعباره خائن لانه هو درزي، هي تتكلم بشكل عام كواحد من ابناء من ابناء شعبه. ها، اذا هو يمثل الاحتلال يمثل الجيش، لا بمعنى خيانه، في معنى هو بموقعه ليس موقعه في الجيش، يعني في معنى انه خان الوطن، الوطن العربي. ليش لا 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 لا, 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 لا ليس بهذا السياق. لا, لا هي لا تقصد خان الوطن العربي، نحن هنا مواطنون موجودين، نحن وطننا هون، نحن تعاملنا هون، نحن انا لا اتعامل مع الوطن العربي، انا اتعامل مع وطني هون، مواطن موجود في دولي لي كامل الحق ان اكون مواطن هون. هذا سياق اخر. من ناحيه ثانيه، كل مواطن له حق الاختيار، كانه مسلم، كانه درزي، كانه مسيحي، له حق الاختيار. اذا هو بشوف فكره هيك انه هو يكون توجهه نحو الامن، نحن لا نرغم، انا شخصيا لا أرغم، كل إنسان في ذاته كيف يتصرف. نعم. لكن أنا أتوجه لعقول ولا مفاهيم الناس. نعم. في جميع الطوائف أن أن يفهموا، ليس فقط يفهموا، يفهموا الوضع القائم السياسي، سياسة الحكومات. ليس من الطبيعي أن نتعامل مع هذه الحكومة مع هذه السياسات كناس أو كمواطنين يقوموا بهذا الدور السيء والمسيء. نحن نستقبل اتصال بعدين بنكمل. مساء الخير، معنا الاخ يوسف قبلان من بيت جن. مساء الخير اخ يوسف. مساء الخير، مساء الخير للدكتور. مساء الخير اخ يوسف. مساء الخير. انا من زمان متابع الدكتور عبد الله ابو معروف من يوم ما بلشت الحمله الانتخابيه لسه، هو طبعا وجه جديد. انا بدي اوجه حكي وكم سؤال للدكتور عبد الله ابو معروف. تفضل دكتور عبد الله ابو معروف. في الدال واسفيا، انا شخصيا قبل اعرف عن نفسي، انا يوسف قبلان، انا ساكن في اسفيا والدالي لاني بتعلم في جامعه حيفا بتعلم مدعيم دينا، وحبيت اشارك في النقاش شوي مع الدكتور. دكتور عبد الله ابو معروف، في اكثر من 5000 بيت في الدال واسفيا في ينش كهرباء، وفيهن وفي دفعوا غرامات وممكن انه يتهدموا، وفي في اكثر من 1700 بيت في بيت جان كمان عندهم دفعوا غرامات وفيش عندهم 800 للتحديد اخ يوسف. 800 مع انا عندي معلومات بتقول 1700. لا احنا عم نحكي عن البيوت اللي مش موصول للكهرباء، مش 5000، 800 بس. في 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 5000 بيت اللي هن غير مرخصين كمان. صحيح صحيح، تفضل كمل. كيف انتوا راح تحلوا هاي الامور؟ هاي اول سؤال. السؤال الثاني، في عنا في الوسط الدرزي للطالب اللي بتعلم في الثانوية، الدول اللي مخصصيت له ميزانية 2000 شيكل في الشهر، بما انه في بلاد في قرى ثانية، مثلا في القرى العربية مخصصيت له 4000 شيكل. نعم. في القرى والمدن اليهودية مع 6000 شيكل وما فوق. فكيف انتوا راح كمان هاي تعالجوها هاي الامور؟ سؤال اخرى سؤال للدكتور. بالنسبه للطلاب الجامعيين، طلاب الجامعيين في كثير في كثير انه ناس محتاجه ملقود، وكثير وكيف وكثير ناس، يعني وضع الاقتصادي مش هوين، وضع الاقتصادي جدا 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 صعب دكتور عبد الله. اي نعم. فمن ناحيه ملقود، كيف انتوا راح تقدروا تساعدوا الطلاب الدروز والطالبات الدرزيات؟ يعني الشيخ موفق طريف اصدر انه اي بنت بتروح الشروط الامي اما او ابوها مبعودين من الخلوه. بس انتوا ايش راح تعطونا البديل؟ يعني ايش راح تعطونا البديل محل هذا؟ بنات اليوم كلها عم تعمل شروط الامي، وهذا الاشي خطر كمان على الطائفي، هي جدا 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 خطر دكتور. يعني كلنا بنعرف انه هذا جدا خطر، شو انتوا راح تقدموا لهم من الجود؟ وشكرا. نعم اخ يوسف، تحيه لك، شكرا لك على اتصالك ومدخلتك، اهلا وسهلا فيك. وطبعا انا بالنجاح دكتور واحنا معك. شكرا كثير، شكرا كثير، الله يخليك. اهلا وسهلا فيك اخ يوسف، اسئلتك في محلها، وطبعا احنا كتلفزيون البسمه وبالاشتراك مع المحطات الاخرى من باقي القرى، محطه سامي في قريه الكجولس، والمحطات الداخليه في كسرى سميع لبقيعه وبيت جن، راح نقوم في حمل لمنح المنح لطلاب الجامعات وطرح موضوع الطلاب الشباب والطالبات الصبايا من بنات وأبناء الطائفة الدرزية
هذا بعد إقامة الموقع الذي هو قريب جدا جدا جدا، موقع الذي يخص جميع أبناء الطائفة الدرزية. فإن شاء الله الله يقدرنا اللي نقدم بما هو الأفضل لأبناء الطائفة بشكل عام. اتفضل أخ عبد الله. شكرا كثير. خلينا نكمل بعدين نرجع للأسئلة تبعون الأخ يوسف. كيف بدك نكمل وين كنا؟ احنا حكينا عن موضوع التجنيد وموضوع السياسي الفرق تسد، وحكينا عن نظرة أو الأصوات زي ما أنت سميتها التي تتعالى النشاز، أصوات النشاز الشاذة، أصوات النشاز طبعا. اتصال من أحمد ياسين من شفاء عمر. مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبا. أنا بدعم القائمة المشتركة وبحيي عبد الله أبو معروف. الله محيي أصله. الله يحييك. الله يحييك. شكرا كثير كثير. الله يحييك حبيب قلب. الله يسعدك. مع السلامة. أهلا وسهلا. الله يخليك تعيش. طبعا أخ عبد الله إحنا حكينا عن هاي المواضيع، وأنت حكيت من خلال كلامك عن الشخصيات الوطنية من أبناء الطائفة المعروفية العربية المعروفية، وهون تحتم علي أسألك عن، يعني بنعرف إنه مثلا سلطان باشا الأطرش، وبنعرف عن كمال جنبلاط، وبنعرف عن الشخصيات اللي قامت بتغيير نهج عربي كامل، وبنعرف عن المرحوم سميح القاسم الله يرحمه اللي توفى قريب ما صارلوش زمان. ما شفناش لسميح القاسم زي ما شفنا لمحمد درويش. محمود من درويش. المجتمع العربي، من محمود درويش أسف، من المجتمع العربي تقدير للشخصية القومية الوطنية. ليه؟ لأنه درزي. لا أنت لم ترى. إذا المشكلة أنا أحكيها بكل صراحة وبكل وضوح وبكل شفية، لم ترى تقدير للمرحوم الشاعر الكبير الإنسان المناضل العنيد سميح القاسم، لأنك لم ترى، لأنك لا ممكن لا مش لم لأني لم أرى لأنه لم يكن لا 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 لأنك لا 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 تريد أن ترى. لا، مشاركي في جنازي هذا مش تقدير. لا 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 مشاركي في جنازي هذا واجب. هذا لا 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 أنا لا أتكلم عن جنازة. أنت قلت أنه لم تكن تقدير. أنا بقول لك لأنك لم ترى، أو أنك لا لا, لا لم ترد أن ترى، ما كانش عندك حب، مش بس حب استطلاع، ما كانش عندك رغبة أن ترى. مؤلفات الشاعر المرحوم الكبير سميح القاسم وصلت وترجمت إلى أكثر من 50 لغة في العالم. هذا بحق سميح القاسم مش بحق المجتمع العربي. واضح بحق والمجتمع العربي، والمجتمع العربي ناضل وطالب بحقوقه وطالب ما يستحقه على خلفية أشعار ومؤلفات سميح القاسم. سميح القاسم استطاع أن يعمل نهضة ليس فقط ثقافية شعرية، بل نهضة نضالية داخل كل الجماهير العربية هنا، وليس فقط في إسرائيل بل في كل الدول العربية. سميح القاسم له ليس فقط بصمات سياسية ونضالية وثقافية، له تأثير كبير جدا على مجرى الحياة السياسية، وهو أشهر من نار عن علم ومعروف بكل عمله النضالي وكل مسيرته النضالية المتواصلة. الرفيق محمد نفا كتبه تدرس قصص فلكلورية، قصص شعبية عن مختلف الأشكال، عن تراثنا، عن تراثنا بشكل عام لمجتمع عربي، تدرس في أغلب الدول العربية عدا قطر، وتدرس في بعض المدارس الإسرائيلية ككتب كقصص. هو كمان أشهر من العالم. مناضلين آخرين لا، هنا لا يتسع المكان أن نسمي أسماء، لكن لهم دور أساسي وبصمات كبيرة جدا في مجمل ومسرى الحياة النضالية السياسية هنا وفي المنطقة العربية بشكل عام. هذه حقيقة، وكانت دائما تنشر للمرحومين سميح القاسم ومحمود درويش حتى مناظرات وحتى رسائل كانت تنشر في الصحف، صحيفة الاتحاد، ما يسمى رسائل بين شطري البرتقالة. لقيت ليس فقط تأييدا، بل كان لها دور أساسي في النهضة النضالية الثقافية الشعرية. لذلك أنا أقولها بكل صراحة وبكل جرأة، من اللي بدوش كان يشوف هاي مشكلته، لكن هذا النضال. أنت حكيت إسا عن المواضيع اللي عملها سميح قاسم، عن الأشياء اللي امتلكها في قدرته أو في أعماله أو في مواقفه، أو في زي ما أنت حكيت وصفته، أنت وصفته أحسن ما أنا وصفته،
ولكن ما شفناش حفلة على اسم سميح القاسم من 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 المجتمع العربي، ما سمعناش عن عن تقدير لسميح القاسم، ما عملنا ما سمعناش عن عن احتفال جماهيري لسميح القاسم او او يعني يوجد على ارض الواقع ما كانش في شيء. بلى انت ما سمعتش، ما سمعتش بدني على شيء واحد انت. انت ما سمعتش، ما سمعتش في مختلف المدن والقرى العربية، حتى ليس فقط القرى العربية والمدن العربية في إسرائيل، كذلك في في محلات في أنا عم بحكي عن المجتمع العربي الإسرائيلي. واضح واضح، أنا بقول لك كمان مش بس المجتمع العربي الإسرائيلي، حتى في مراكز ثقافية يهودية يوجد لسميح القاسم، يوجد له بحق لا هذا له، هذا مش المجتمع العربي اللي حط كتبه هناك، كتبه استاهلت تنحط هناك. واضح، إذا إذا المجتمع العربي سميح القاسم بوجوده النضالي بعمله، المجتمع العربي والجميع العربي هي ليس فقط تعشق بل تتعطش إلى سميح القاسم، تتعطش بكل ما في الكلمة المعنى، ويوجد في دور الثقافة في المراكز الثقافية في المدارس محاضرات سميح القاسم، له وقع وله بصمته وله ليس فقط اسم بل موجود يوم يوم سميح، حتى في المدارس أشعار سميح القاسم، حتى في كل أماكن أشعار سميح القاسم. نحن إذا أردنا أن نتجاهل هذا الشيء، هذا سؤال أنا أراه سؤال يعبر عن عدم معرفة وعن جهل معين لما هو سميح القاسم وما هو الدور الذي قام فيه المرحوم سميح القاسم. هذا انا اسف اقول لك احنا مش جاهلين مين هو سميح القاسم. لا أنا نعرف، خلينا نغير جاهل في المعلومات. انا اسف اذا كنت لا انا مش عم بحكي عن معلومات ولا عم بحكي عن أنا أعتبره كان من المفروض على المجتمع العربي بشكل عام وعلى الطائفة الدرزية بشكل خاص تقدير هذا الشخص لأعماله لأشعاره لوطنيته، إذا كانوا عم نحكي عن وطنية وعم نحكي عن إنه في أصوات يسارية درزية أو في أصوات وطنية درزية، فسميح القاسم هو سميح القاسم قائدهن اللي كان من المفروض ينعمل له إشي ولو إنه بسيط وما نعملش. وهذا مش لا إنه أنا بديش أشوف هذا، أنا يا ريت لو سميح القاسم حضر. سميح القاسم اسمه اسمه موجود يوم يوما في كل بيت في كل مكان، موجود وتواجد ويعيش معنا ويتعايش معنا يوميا سميح القاسم. نعم. سميح القاسم موجود، أشعاره التي عبارة عن أغنيات طبعاً. في كل المدن البلاد العربية، أغنيات لمرسيل خليفي، هذا ليس منتصف تقدير. القامة أمشي منتصف، ليس فقط منتصف القامة أمشي التي تحولت إلى أغنية وطنية من الدرجة الأولى. نعم. هي تسفية كل مواطن يشرف هذا النضال المشرف لكل إنسان، ولا يقل عن مكانة كالقادة الآخرين اللي هن لعبوا دور أساسي في التاريخ طبعاً. التاريخ اللي كمان ذكرته، كمان سلطان باشا الأطرش ذكرته. أخ عبد الله أبو معروف، طبعا معروف للجميع وربما بحق إنه غالبية أو كل أعضاء الحزب العربي الاشتراكي أو القوائم العربية أو الأحزاب العربية أو الحزب المشترك تقوم بالمدافعة عن الحقوق الفلسطينية بمحاربة حكومة الدولة من خلال معارضتها بشتى المجالات. لأبناء الطائفة الدرزية ألا يعود ذلك بأي ضرر؟ لا. مع العلم بأنه أغلب أبناء الطائفة أو معظمهم هني في السلك الأمني، هني في السلك الدبلوماسي، هني في الإعلام الإسرائيلي، وهني في أعلى المراتب. برأيك هذا الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لا يضر بهؤلاء الأشخاص؟ أولاً أو وجودك كأبناء طائفي. أولاً نحكي بشكل اختصار، بعض راح أحكي بشكل اختصار لا يضر. ثانياً ليس ما قلته هو صحيحاً وليس دقيقاً بأنه أغلب أبناء الطائفة يحتلون مراكز. في نسبة لا يستهان بها من أبناء الطائفة اللي بيشتغلوا في السلك الأمني واللي بيشتغلوا في السلك الدبلوماسي. فليكن قلت لك من يريد أن يشتغل في السلك الأمني سيشتغل، من يريد أن يشتغل في السلك الدبلوماسي سيشتغل، هو يمثل سياسة عنصرية صهيونية تمييزية، هذا شأنه يمثل هذه السياسة، هذا شأنه. نعم. هو لا يمثل سياسة تعايش، لا يمثل سياسة مساواة، لا مثل سياسة تخدم المصالح للجماهير، لا مثل سياسة تخدم مستقبل أطفالنا، لا مثل سياسة تخدم التعليم، لا مثل سياسة تخدم مصالحنا المدنية التي بحاجة إليها، ويمثل سياسة معينة موجهة تملى عليه كسياسة موجودة مبرمجة منذ سنين. وجودنا قائمة مشتركة التي تعمل حسب برنامجها المدني والسياسي والإنساني لكل المواطنين، بالعكس
هو يخدم جميع المواطنين، وبالأساس أبناء الطائفة المعروفية يكونوا مع ذاتهم ومع ما يريدون أن يكون ذاتهم السياسية والإنسانية والاجتماعية. هذا بالعكس لا يتناقض أبدا أبدا مع أي مصلحة إنسان يريد أن يتجند. إحنا نقول نحن ضد التجنيد الإجباري وجعله اختياريا. نحن لا نفرض بالقوة أنك ما تتجندش. نحن نقول نحن كمواطنين ضد السياسة الإجبارية التي تجبرنا وتمنع من ضميرنا. نحن نتعامل مع قضية التجنيد قضية ضميرية، قضية ليس فقط فكري وسياسي. أنا كإنسان كمواطن لا يلزمني أن أتجند، قضية حقي، حقي كمواطن، حقي كذات من ناحية ضميري. أنا أقول لا، ليش حقي كذات؟ شو هي الأسباب اللي بتخليك أسباب ضميري؟ أنت بدك مساواة في الحقوق، ليه بتعطيش مساواة في الواجبات؟ أوكي، مساواة. إذن هذه معادلة غير صحيحة. المساواة في الحقوق بل المساواة في الواجبات هي لا تتطابق مع جميع المعايير الدولية والإنسانية والعالمية. الدولة يجب عليها أولا أن تعطي الحقوق للمواطن وبعدين تطلب واجبات. يعني المعادلة تطلب المعادلة التي تقول الحقوق مربوطة بالواجبات هي معادلة خاطئة. معادلة هي تكرس التمييز وتكرس التفرقة. هذه المعادلة معادلة تضليلية، معادلة وضعتها السياسة الصهيونية تجاه الجماهير العربية وتجاه الطائفة المعروفية العربية بشكل خاص لاستمرار نهج سياسة التمييز حسب المعايير الدولية وموثيق الأمم المتحدة. هذه المعادلة غير صحيحة ولا تتطابق مع المعايير الدولية والقانون حماية المواطن وحماية الإنسان. ما حطوهاش للمتدينين اليهود كمان؟ متدينين اليهود هذه قضية تختلف نهائيا من 1948. ما يسمى أنه هو واجبه دينه فليكن واجبه دينه، إذن هن معفيين. هذه قضية أخرى، ليس نفس السياق الموجود بالنسبة للطائفة العربية المعروفة، وليس بالنسبة نفس السياق بالنسبة للجماهير العربية بشكل عام. هذا سياق آخر يختلف. نحن نتعامل مع الأمور بشكل مدني بشكل إنساني في ظل السياسة الموجودة، سياسة التمييز، سياسة التفرقة وسياسة الاحتلال. شئنا أم أبينا يوجد احتلال. الاحتلال الأخير في القرن 21 موجود، هو إسرائيل فقط حد إسا موجود. أنا كإنسان أنتمي إلى هذا الشعب. هذه حقيقة تاريخية وحقيقة ليس فقط تاريخية، حقيقة كمان دينية. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني. نحن مواطنون للتعريب، نحن مواطنون في إسرائيل، عرب فلسطينيين، ديننا إسلامي، الإسلام الحنيف، ومذهبنا مذهب درزي. هذه حقيقة. حتى الحاكم بأمر الله هو ما هذا ما يقوله. لذلك كيف تطلب مني كمواطن وكإنسان أرى هذا الظلم وأرى هذا الخطأ وأرى هذا التمييز وأنا جزء من هذا الشعب أن أكون بشكل فكري وإنساني وضميري وقلبي وعقلي أن أكون ضد هذا الشعب؟ عندما يكون مساواة وعندما يكون سلم ويكون سلام والدولة تتعامل معنا كمواطنين كاملين الحقوق، أنا كمواطن في أي دولة ساعتها في هذه اللحظة أرى من واجبي كمواطن بشكل مجرد بغض النظر عن فيش صراعات وفيش خلافات أن أقوم بواجبي. إذا الدولة إذا بشوف إنه واجبي أقوم بالدولة بالدفاع بقوم بالدولة بالدفاع، لكن ليس العضية عكسية. الدولة يجب عليها، المؤسسة يجب عليها أن 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 أن, أن تظهر الإخلاص لي وليس أنا لها. علما بوجود العديد من الآراء التي تتغنى بما تتغنى به أنت اللي هي آراء يسارية، من أبناء الطائفة الدرزية على أرض الواقع في هناك حقيقة لا نستطيع لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان تجاهلها، هو أنه للدروز في لحمة وترابط قوي مع دولة إسرائيل بغض النظر عن الرأي. والموضوع هون والسؤال أنه هل على جندي مسرح أو على جنود المسرح الدروز بالإدلاء بأصواتهم من أجل من يحاربهم من أمثال حنين زعبي مثلا؟ أولا أخر مرة، هذه المقولة حنين الزعبي لا تحاربهم. حنين الزعبي تحارب سياسة وهي تعمل من أجل تغيير سياسة ونهج قائم. هي لا تحارب الأشخاص ولا تحارب المجندين ولا تحارب الطائفة الدرزية. هذه مقولة زائفة وتضليلية. حنين الزعبي تحارب سياسة، تحارب نهج سياسي معين. نعم.
لذلك أنا أعترض على هذه المقولة وعلى هذه الصيغة أنها تحاربنا. هي تحارب النهج السياسي، أنا أحارب هذا النهج، أنا كإنسان كمواطن كابن هذه الطائفة أحارب هذا النهج السياسي، وحاربته وما زلت أحاربه حتى يتغير. أبناء الطائفة العربية المعروفية على اختلافات أعمالهم، ماذا يختلفون عن إنسان طيرجي في تل أبيب أو في رسالة يصوت للقائمة المشتركة أو يصوت للحزب الديمقراطي للسلام والسواء؟ ماذا يختلفون؟ هذا وجهة نظر سياسية، وجهة نظر فكرية، لكل إنسان له الحق أن يختار، له الحق أن يختار. وراء الصندوق أنت تختار ضميريا وعقليا ما يملى عليك ضميرك، حق ديمقراطي بسموه، حق ديمقراطي. وليش التخويف والخوف والتضليل؟ أي إنسان يختار ما يراه مناسبا، مثل بيختار مواطن في تل أبيب، في هرتسيلة، في عراد، في دمونة أن يصوت لأي حزب يريد. كذلك من حق المواطن العربي الدرزي أن يصوت لأي حزب، لأي تنظيم يريده، ما يمنع عليه ضميره. هذا لا يتناقض مع كونه في الجيش أو مش في الجيش. إحنا لسه نحكي بكل صراحة، هذا لا يتناقض. لا يتناقض. إحنا بنيجي بنقول إنه إحنا ضد الحكومة الإسرائيلية، وإحنا مع، نحن ضد السياسة المنهجية، ضد سياسة الحكومة المستمرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. نعم. ضد السياسة، ضد الخط السياسي، ضد توجه تجاه الجمهور العربي بشكل عام وتجاه الطائفة المعروفة بشكل خاص. ضد هذا السياسي للمرة الألف، للمرة الخمسين ألف عودها، السياسة التمييزية العنصرية تجاهنا كمواطنين، نقطة في صدر جديد. هذه السياسة قائمة، نحن ضد هذه السياسة. والأخ هون سأل بيوت ترخيص، هذا احنا نفوت في بحر واسع من عدم إحقاق الحقوق، التمييز، اللخص، البناء، المخالفات، الكهرباء، هذه حقائق موجودة ملموسة بعد ما فتناش عليها، بدأ هاي كمان يوم كامل كان يحكي عنها. هل لست هذه حقائق؟ شو مع مصادرة الأراضي؟ طبعا شو مع طبعا ما أقول لك أن هذه بحر واسع، البيوت، شو مع واضح واضح، هذا العديد العديد من المواضيع العديد اللي كثير. هذه تردي الطائفي، تردي أوضاع الطائفي، هذه الأمور الأساسية التي سوف نعالجها ضمن هذه الأمور الأساسية، وهي تكون في صلب علاجنا وصلب عملنا البرلماني في خلال وصولنا إلى الكنيسة. طبعا قضايا البناء، قضايا الرخص، قضايا الأزواج الشابة، قضايا البطالة، حكى بهالمناسبة بجواب الأخ يوسف قبلان، حكى عن الفتيات. نحن نريد أماكن عمل، نريد تصنيع قرانة، نريد أن نفتح مصانع في قرانة للفتيات، ما يروحوش يشتغلوا هون وهون، للشباب، للهايتك، لأمور أخرى. نريد تصنيع قرانة وفتح مصانع، نلاقوا كل المواطنين وخصوصا المواطنين الجنود المستريحين يجدوا ما يتجهون إليه من عمل، من أماكن عمل، من مصانع، من مراكز عمل، من هايتك وغيره. احنا نريد هذا، نريد ذلك، نريد أن يكون عندنا مصانع، ما يخرجوش يشتغلوا برا، هذا شيء مهم جدا. بس مش سوء بطالي، فقر موجود، فقر على الكل. لذلك يجب تصنيع قرانة، يجب تطوير قرانة، البنية التحتية. وأنا هيك طبعا واضح قضية البناء غير المرخص، ليش حلب غير مرخص؟ تبقى الشاب من نرجع نقول استغل قضية إنه أزواج شابة وجنود مصرحين، تبقى جنود مصرح ناجي معك أنا على إيدك الطيبة، خدم ثلاث سنين راح التجديد الإجباري ثلاث سنين، برجع على قريته، فيش صناعة، فيش أماكن عمل، وفيش وين يشتغل، وهو فيش عنده امكانيه يتعلم. واكبر نسبه اراضي اخذتها الدوله من شو اسمه هي طائفه الدرزيه، 85%. اذا وين يروح؟ وين يروح؟ مجبور يبني على ارض ابوه اللي موجوده عنده، كانه 500 متر ولا 100 متر، وفوق كل ذلك بده يدمر داره، ومخالفات 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 ومحاكم جائره جدا جدا جدا. اعطيني مثل بسيط، انسان في مستوطن يهودي مثلا، نحكي بكل صراحه، اللي راح بنى بيت على أرضه مثلاً، نحكي على أرضه طبعاً هي مش أرضه، وهدته السلطات التنظيم أو غيره بمحاكم أو بهدم. بس كيف أنت دكتور تعمل على هذا الموضوع لما أنت معارض للحكومة أو أنت مش في الحكومة؟ إذا رجعنا للنقطة الأولى اللي حكينا عنها، نحن كجسم سياسي نعمل عن طريق البرلمان ليس فقط من داخل الحكومة، وتكلمت سابقاً أنه استطعنا عدة مرات أن نعمل على عدة إنجازات. القضية العينية هذه، قضية الأراضي والمسطحات والبناء والتخطيط، عولجت تكرارا ومرارا من الدكتور حنا سويد اللي كان يشتغل في هذه القضية بشكل عام، ولنه تجربة جيدة جدا مع أراضي المنصورة وغيرها في الدالي وعسفيا هون، لبناء خطط جديدة تحافظ على الأرض وتعمل على تصليح أو إبطال
المخالفات وتعمل على إعطاء رخص عنده مركز تخطيط البديل الذي معترف فيه قانونيا، هو يعمل على إعطاء بدائل للبدائل الحكومية للخطط الحكومية الموجودة اللي هي تظلم المواطن، وهو يعمل على خطط أن تجب عنده في يركة، أن أراضي في يركة عملت على هذا الأساس، وكان عندنا نجاح في يركة على هذا الأساس، أنه عن طريق حنا السويد عن طريق التخطيط الصحيح الذي يخدم المواطن استطعنا أن نحافظ على أقسام معينة من الأراضي، وهذا بفضل عملنا النضالي. نستطيع قلنا. في لجان كنيسة، أرجوك في لجان كنيسة، لجنة الداخلية لها دور أساسي في هذا الإشي، لذلك عملنا يكون كمان عن طريق لجان الكنيسة. نعم، عبد الله أبو معروف، طبعا عمل الحزب المشترك أو الحزب العربي المشترك يجب عليه أن يكون عمل ثوري، عمل جامع، عمل كبير اللي راح يعني كيف بدنا نحكيها انه في كثير مشاكل وكثير رواسب في المجتمع العربي ككل. وين بدنا نوصل عند الطائفة الدرزية؟ وين موجود موضوع الطائفة الدرزية من سلم الأولويات في حزب العربي الاشتراكي في القائمة؟ هل هو رقم 13 زي ما موجود عبد الله أبو معروف نمرة 13 في القائمة؟ القائمة العربية المشتركة اليهودية العربية، العربية اليهودية، القائمة المشتركة التي تضم قوى ديمقراطية يهودية عندها برنامج، أخرى مرة أقول برنامج متكامل متواصل في أولوياتها شؤون الطائفة العربية المعروفية في جميع مشاكلها في أولوياتها. وأنا على ثقة أن جميع الأعضاء الذين سيتمثلون في القائمة المشتركة ستكون أحد أولوياتهم هو شؤون ومشاكل الطائفة المعروفية، ليس فقط لأني أنا موجود فيها، ليس فقط، بل منطلق المسؤولية التاريخية تجاهنا وتجاه جميع طوائف شعبهم. أنا على ثقة وأنا على قناعة تامة بذلك أن القائمة وأعضاء الكنيسة الذين سيمثلون ب15 عضو على الأقل سيعملون ليلا نهارا على كل ما تستحقه الطائفة المعروفية من عمل. يعني 15 عضو على الأقل، أنت مؤكد أنك أنت راح تكون في البرلمان؟ أنا 13 حسب كل الاستطلاعات، حسب كل التوقعات، استفتاءات الرأي. أي نعم، استطلاعات واستفتاءات الرأي. إسا القائمة بتشكيلتها الحالية في عندها تقريبا 12 عضو، الجبهة تملك 4 أعضاء، القائمة المشتركة العربية المشتركة اللي هي أحمد الطيبي والقائمة الأخرى 4 أعضاء، التجمع الديمقراطي 3 أعضاء، كل بطلع 11، لكن فاضل أصوات لهذه القائمة في أخرى عضو، لذلك إحنا إسا 12. أنا متأكد أنه في هاي الظروف اللي هي ظروف سياسية خاصة كل القوى الديمقراطية وبالتعاون مع القوى الديمقراطية اليهودية، على فكرة يوجد تأييد واسع في الوسط اليهودي في الشارع اليهودي لهذه القائمة. أنا شخصيا أستقبل يوميا رسائل عن طريق التلفون، عن طريق التلفون اللي هو بسيط، عن طريق رسائل أخرى، أنه في كثار من في الشارع اليهودي سيصوتون للقائمة المشتركة لأنها تطرح بديلا ديمقراطيا عاما لجميع المواطنين في هذه الدولة. نحن نطرح بديلا ديمقراطيا. يوجد في الانتخابات هذه معسكر ما يسمى معسكر اليمين ومعسكر ما يسمى المعسكر الصهيوني. نحن التجمع الديمقراطي، المعسكر الديمقراطي، نحن القوى الديمقراطية التي تطرح بديلا ديمقراطيا لجميع المواطنين في هذه الدولة، وتطرح سياسة مغايرة لكل السياسة القائمة، وتطرح نهج جديد، نهج موجود متجدد في برنامج متكامل لكل مجمل السياسة القائمة، برنامج ديمقراطي يخدم جميع المواطنين، كانوا في تل أبيب ولا كانوا في يركة ولا في الدالي ولا في تمرة. سؤال قبل أخير، حسب رأيك راح يكون زي ما أنت عم تحكي الموضوع بالرغم من الأصوات اللي بنسمعها في أنه الأحزاب العربية لم تستطع المثول عند ثقة ربوع الأمة العربية أو الوسط العربي في إسرائيل، والموضوع بات جليا في انتخابات الكنيسة اللي كانت وفي انتخابات السلطة المحلية، انتخابات السلطة المحلية اللي كانت كمان ما كانش في غير عضو واحد للجبهة، في رأيك أنت هاي مش راح تأثر سلبا على المعركة الانتخابية القادمة أو الجولة الانتخابية القادمة؟ القائمة المشتركة طبعا تضم جميع القوى، الجبهة بشكل خاص عندها قواها وعندها كوادرها وعندها عملها، لكن العمل الآن هو عمل متكامل
عمل بشكل جماعي بين جميع القوى الفعالة في الوسط العربي، وكذلك كما أسلفت القوى الديمقراطية في الشارع اليهودي، وهي كثيرة جدا الحمد لله كثيرة، وبالفعل في أصوات كثيرة نحن نسمعها. بالعكس هذه تعطي دفعة إلى الأمام في الظروف الصعبة وظروف مواجهة هذه السياسة الموجودة، تعطي دفعة وتعطي تفاؤل وتعطي أمل لكل جماهير أنه بالفعل يلتفوا حول القائمة ويدعموا القائمة لإيصال أكبر عدد ممكن من المندوبين من ممثلين للبرلمان. نعم. وأنا شخصيا أتعهد أمام الجميع، شخصيا أتعهد بكل ثقة وبكل إخلاص وبكل أمانة أن أقوم بكل ما أستطيع لإرسال ليس فقط للتوصيل بل للعمل على إحقاق وعلى تحقيق ما أتكلم عنه الآن. أتعهد أمام المواطنين، أتعهد أمام الناخبين، نحن ناس نمثل الصوت، نمثل المواطن أمام السلطة وليس العكس. نحن نعمل بإخلاص، أنا شخصيا معروف بعمل بإخلاص بأمانة بجهد بتضحية سنوات طويلة. عمل الجماهيري في الشارع لا سوف لا يختلف عن عمل البرلماني، وسوف أقوم بنفس الدور وأتعهد أمام الجميع. صوتك غالي جدا علي، أنت تعطون هذه الثقة، صوت جدا غالي، أنا هذه عبء كبير، حمل ثقيل مجبور أتحمله، وأنا أتعهد أنه أكون قدر الحمل، أوصل هذا الحمل وأرجع إليكم بشكل اللي عندكم أخرى مرة، مش بس بعد الانتخابات. أقولكم أنا قمت بكذا، أنجزت كذا، حقق كذا، وإذا لا حسبوني على هذا الإشي، وأنا أتعهد أخرى مرة أنه بالفعل سأحاول وأستطيع أن أقوم بهذا الواجب الثقيل وهذا العبء، هذه الثقة الغالية جدا أنا أأمل وأتعهد أن أصلها بشكل صحيح وأقوم بها بهذا الواجب بشكل صحيح. طبعا أخ عبد الله أبو معروف، بما أنك توجهت إلى المشاهد فأنت بتكون قمت بالإجابة على السؤال الأخير، فلذلك هل لك بكلمة أخيرة للمشاهدين مرة أخرى؟ مرة أخرى أنا أولا أشكر تلفزيون البسمة، شكرا، أشكر لك هذه الفرصة اللي سنحتها أنه أتصل مع المواطن اللي هو الأساس، هو الحق له حق يختار هذه. نعم. الثقة، وهذه فرصة جدا جدا مهمة إلي أن أتصل معك، خصوصا في الدالي وعسفيا، في الدالي في عسفيا، في القرى اللي وصلها هذه الرسالة، أني أعطتني هذه الفرصة أن أتواصل أخرى مرة. أتوجه للضمير، للعقل، للإنسانية، للفهم عندكم، وأنا إلي ثقة عند الصبايا، عند الشباب، عند الرجال، عند النساء، أنه رسالي طلبي وصل، ولكم الحق أن تختاروا وراء الصندوق، أن تحكموا عقولكم لبضع الثواني وراء الصندوق، وأن تختاروا الأفضل، تختاروا النخبة التي هي تستحق أن تمثلكم، وأمل أن نكون نحن هذه النخبة التي تمثلكم، وكونوا على ثقة أن صوتكم مش رايح يروح خسارة، وله مردود وسيكون له مردود بكل ما في الكلمة المعنى. وشكرا. شكرا لك. نعم في الإنتاج. مشاهدينا الأعزاء، تعرفنا من خلال هذا البرنامج على شخصية الأخ الدكتور عبد الله أبو معروف، ألف تحية لك، شكرا لك على قدومك إلى تلفزيون البسمة، بيتك الصغير، ميت أهلا وسهلا فيك دائما. شكرا للجميع، وبالفعل إذا كني أثقلت عليكم أو طولت عليكم السهرة، سهرة أنيسي، مشكورين كثير، إلي شرف أكون هون، وأنا بتمنى أنه أخرى مرة أرجع وتحاسبوني هل قمت بواجبي ولا لا، وأنا على ثقة أنه أطلب أنك تحاسبوني على ما أعد فيه في للمستقبل. نعم، شكرا كثير. إذن مشاهدين الأعزاء، تعرفنا على جوانب عديدة من شخصية الأخ عبد الله أبو معروف، الدكتور عبد الله أبو معروف، تعرفنا على نظرته للأمور وتصوره، تعرفنا على توقعاته المستقبلية السياسية، تعرفنا على القليل من برنامج الحركة أو الحزب المشترك العربي المشترك، فنأمل أن نكون موعودين أو على أمل بأن يقدموا ما هو أفضل لأبناء الطائفة المعروفية العربية الدرزية، وكونوا معنا يوم الخميس في لقاء آخر. تحية طيبة لكم مع صالح سعد، تحية طيبة لجميع المشاهدين، تصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله منلاقيكم بس في المناسبة السعيدة.